من هي ماريا شاربوفا؟ ولدت شاربوفا في روسيا سنة 1987 وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع والدها لتبدأ ومن عمر صغير تدريبها في أكاديمية نيك بوليتيري لكرة المضرب. بدأت مسيرتها في عالم الاحتراف بعمر 14 لتصبح بعدها محط الأنظار إثر إحرازها الفوز سنة 2004 في بطولة ويمبلدون لفردي السيدات. أصبحت شارابوفا عاشر امرأة تتمكن من الفوز برباعية البطولات الكبرى جراند سلام بعد فوزها الأول في البطولة الفرنسية المفتوحة من سنة 2012 لتتوج مرة ثانية في فرنسا بعد عامين. في 2016 قرر الاتحاد الدولي لكرة المضرب معاقبتها بتوقيفها عن اللعب لمدة سنتين بعد ثبوت تناولها عقاقير محظورة. تقدمت بعدها شاربوفا بطلب النقد فتم تخفيض مدة التوقيف إلى 15 شهرا لتعود مجددا إلى المنافسة في أفريل 2017. ولدت لاعب كرة المضرب ماريا شاربوفا في 19 من أفريل 1987 في بلدة ياغان في سيبيريا بروسيا. تعلمت كرة المضرب منذ طفولتها لتنتقل لاحقا مع والدها إلى فلوريدا حيث فازت بمنحة دراسية في أكاديمية نيك بوليتيري لكرة المضرب وهي في عمر 9. بقامة طويلة وقوة منقطعة النظير كان من الواضح أن شاربوفا ستتمكن من تحقيق الكثير من النجاحات مستقبلا. في عيد ميلادها 14 بدأت مسيرتها الاحترافية ومع ذلك استمرت في خوض المباريات مع أقرانها لتحل في المركز الثاني في كل من بطولة ويمبلدون للناشئين والبطولة الفرنسية المفتوحة من سنة 2002. في 2003 حققت شاربوفا أول فوز لها من تنظيم اتحاد كرة المضرب WTA للنساء في البطولة المفتوحة AEG في اليابان، وتمكنت في نفس العام من الوصول إلى الجولة الرابعة من بطولة ويمبلدون ومن المحاولة الأولى لها. وكان الموسم الرياضي من سنة 2004 موسم النجاحات لشاربوفا حيث فازت في بطولة ويمبلدون لتصبح أول امرأة روسية تفوز بالبطولة. وفي نهاية العام 2004 فازت مجددا في بطولة الـ WTA مضيفة انتصارا جديدا إلى قائمة إنجازاتها. أصبحت أول امرأة روسية تعتلي قمة التصنيفات الرياضية في سنة 2005، وفي العام التالي حققت فوزها الثاني في البطولة الكبرى جراند سلام بفوزها في البطولة الأمريكية المفتوحة. تعرضت شاربوفا لمشاكل في الكتف، الأمر الذي حد من ظهورها الرياضي خلال القسم الأكبر من سنتي 2007 و2008، لكن هذا الأمر لم يمنعها من تحقيق فوزها الثالث في البطولة الكبرى جراند سلام بفوز ساحق خلال البطولة الأسترالية المفتوحة من سنة 2008. في تشرين الأول خضعت شاربوفا لعملية جراحية في الكتف، الأمر الذي أبعدها مجبرة عن الملاعب فخرجت من قائمة أفضل 100 لاعب إلا أن عادت للمباريات الفردية سنة 2009. عانت شاربوفا بالطبع من استعادة قدرتها على القيام بحركات متماسكة ومتزنة خلال مواجهة لاعبات الصف الأول، لكن بالرغم من ذلك عاد تصنيفها بين أفضل 20 لاعبة بحلول سنة 2009 لتحل في المركز الرابع عالميا مع نهاية العام 2011. في حزيران سنة 2012 توجت شاربوفا عودتها بإلحاق الهزيمة بنظيرتها الإيطالية سارة إيراني، وذلك في نهاية البطولة الفرنسية المفتوحة، جعل منها ذلك الفوز عاشر امرأة تتمكن من إكمال كارير جراند سلام، وذلك يتحقق من خلال فوز اللاعب بالبطولات الأربعة الرئيسية، وبالنتيجة عادت مجددا إلى المركز الأول عالميا. في الدورة الأولمبية الصيفية من سنة 2012 الظهور الأولمبي الأول لشاربوفا، فازت بالميدالية الفضية في فردي السيدات، حيث أن الميدالية الذهبية كانت من نصيب اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز. أبلت الحسناء الروسية بلاء حسنا في البطولات الكبرى التالية التي خاضتها، حيث حلت في المركز الثاني من البطولة الفرنسية المفتوحة من سنة 2013. ومن سوء حظ شاربوفا فإن إصابة كتفها قد أعاقتها مجددا، حيث خاضت مباراة مخيبة للآمال في الجولة الثانية من بطولة ويمبلدون، وبعد فترة قصيرة من هذه الهزيمة اضطرت للانسحاب من الملاعب لبقية الموسم الرياضي. في سنة 2014 حققت شاربوفا تقدما كبيرا بإحرازها فوزا يعد الثاني في البطولة الفرنسية المفتوحة والخامس إجمالا في البطولات الكبرى، وذلك عقب إلحاقها الهزيمة باللاعبة سيمونا هالاب. وفي سنة 2015 توجهت إلى نهائي البطولة الأسترالية المفتوحة وإلى نصف نهائيات من البطولة الأمريكية المفتوحة، وقبل نهاية العام
أصبح ترتيبها الرابع عالميا. أقرت شاربوفا في مارس 2016 بأنها أخفقت في اختبار المنشطات الذي أجري لها في كانون الثاني خلال البطولة الأسترالية المفتوحة، حيث قالت في مؤتمر صحفي بأن الاختبارات قد أثبتت تناولها عقار ميلدونيوم، والذي كانت تستهلكه جراء معاناتها من مشاكل صحية منذ سنة 2006، حيث أن هذا العقار كان قد أضيف من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا إلى قائمة العقاقير المحظورة في الأول من كانون الثاني لسنة 2016، ولم تكن على علم بذلك. قالت شاربوفا في المؤتمر الصحفي إنه لمن المهم جدا أن تفهموا أن هذا الدواء ولمدة 10 سنوات لم يكن ضمن قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للأدوية الممنوعة، وبأنني كنت أستهلكه بشكل قانوني في آخر 10 سنوات. وأضافت: ولكن القوانين تغيرت في الأول من كانون الثاني وأصبح الدواء محظورا، الأمر الذي لم أكن على دراية به. أنا أتحمل كامل المسؤولية، إنه جسدي وأنا مسؤولة عما أتناوله. حدد الاتحاد الدولي لكرة المضرب 8 حزيران 2016 موعدا لنطق الحكم بخصوص قضية شارابوفا، ليتم لاحقا منعها من ممارسة الرياضة لمدة 2 عامين على خلفية نتائج الاختبارات التي كانت قد خضعت لها. عبرت استياءها من الحكم الصادر من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك قائلة: بما أن قرار الحكم خلص بأنني لم أنتهك قوانين مكافحة المنشطات، لا يمكنني القبول بهذا القرار المجحف بحرماني من اللعب لمدة 2 سنين. أعضاء المحكمة الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة المضرب اتفقوا على أنني لم أقترف شيئا عن عمد، ومع ذلك تمسكوا بقرار منعي من اللعب لمدة 2 سنين. سوف أقدم اعتراضي مباشرة إلى محكمة التحكيم الرياضية. في تشرين الأول من سنة 2016، بعد تقديمها لطلب الطعن بالقرار السابق، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية تخفيضها لمدة العقوبة إلى 15 شهرا، أي أنها ستتمكن من العودة إلى المنافسة الدولية بتاريخ 25 أبريل 2017. صرحت شارابوفا بعدها: لقد انتهت أصعب الأيام التي واجهتها خلال مهنتي، والآن أنا أعيش أسعد أيامي. جاذبية شارابوفا أتاحت لها العديد من الفرص للعمل خارج الملاعب وعالم الرياضة، حيث كانت الوجه الإعلاني للعديد من الشركات مثل بورش، نايك، تاغ هير، والعديد من العلامات التجارية الأخرى، كما أنها كانت اللاعبة الرياضية الأعلى دخلا في العالم، حيث قدرت مجلة فوربس الاقتصادية بأن دخلها بلغ قرابة 30 مليون دولار في سنة 2015، بعد أن أعلنت إخفاقها في اختبار المنشطات الذي خضعت له. ألغت العديد من الشركات أمثال تاغ هير وبورش شراكتها مع النجمة الروسية، لكنهم لم ينفوا إمكانية العمل معها مجددا في المستقبل. من مشاريع شارابوفا التجارية الأخرى إطلاقها خط إنتاج حلوى شوغر بوفا، حيث كان جزءا من أرباح المبيعات يذهب إلى جمعية ماريا شارابوفا لدعم الأعمال الخيرية. كتبت شارابوفا على الموقع الرسمي لهذه الحلوى: الأمر برمته بدأ عندما كنت فتاة صغيرة في روسيا، حيث كان والدي يكافئني بقطعة من الحلوى بعد يوم طويل من التدريب. عندها خطرت ببالي فكرة بأنه لا يوجد مانع من أن نكافئ أنفسنا عندما نعمل بجد، لأن سر الحياة السعيدة والصحية بالنسبة لي هو الاعتدال في كل شيء. وبكل تأكيد فيمكنك تناول قطعة من الحلوى والاستمتاع بها أيضا على صعيد حياتها الشخصية. بدأت شارابوفا بعلاقة مع لاعب كرة السلة السلوفيني ساشا فوياسيتش سنة 2009، وبعد سنة من المواعدة أعلن الثنائي عن خطبتهما في أكتوبر 2010، إلا أنه خلال مؤتمر بعد المباراة الأمريكية المفتوحة 2012، صرحت شارابوفا بأن الخطوبة قد ألغيت وأن علاقتها مع فوياسيتش قد انتهت. أما من حيث ديانة ماريا شارابوفا ومعتقداتها وطائفتها، فقد ولدت لعائلة مسيحية من الروم الأرثوذكس. الأصفر والزهري لونها المفضلان، تجد اللكنة البريطانية مثيرة، وتعتبر لندن واحدة من مدنها المفضلة. أديل ومادونا هما المغنيتين المفضلتين بالنسبة لها، هوايتها الغناء والرقص، مشاهدة الأفلام والنوم. برجها هو برج الحمل، لديها شبكات اجتماعية، لديها
حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وإنستغرام. درست في ثانوية كيستون الوطنية بروسيا. اسمها الكامل هو ماريا يوريفينا شاربوفا.